بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسامة عزت من قناة يلا نصلح. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جديد، وإزاي نعالج الخلاط. يعني لو نفرض إن الخلاط ده عندي بينقط مية من الأمطارة دي من هنا من عند الرباط ده، هنعرف إزاي نعالجها. ولو بينقط مية من عند الصامولة اللي ماسكاه ده، هنعرف إزاي. بعد ما هنعالج يا جماعة الأمطارة ديت من تنقيط المية، وهنعالج ازاي الصامولة ديت ازاي بتتفك ونغيرها، هوريكم ازاي نغير ملامح الخلاط ده خالص ونخليه جديد كأنه لسه جاي من المحل. خليك معايا في اخر الفيديو. بس ما تنسوش، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة. طبعا ازاي هنعالج الاول خطوة اللي هي الانطارة ديت لو بتنقط مية من هنا، ازاي هوريكم ازاي نعالجها. الاول يبقى معايا بنت سجاد زي دي كده عشان اقدر افك بيها الصامولة اللي تحت دي. امسك من هنا كده افك. انا فكيت الانطاره اهو يا جماعه، اهي شايفينها، شايفين الصاموله ديت. الصاموله دي بتتفك وتتربط بمفتاح الانكي، تمام، مفتاح الانكي 12 حاجه زي كده يعني. وفي جوان هنا بيركب حوالين الصاموله دي. الجوان ده لو مقطوع هيجيب ميه، الانطاره دي تجيب ميه. والجوان ده بيتباع عند السباك يعني بجنيه ولا حاجه. احنا لو فكينا الانطاره دي خالص بره هنلاقي الجوان ده ظهر معايا، ممكن اغيره عادي مفيش مشكله، تمام. وقرط على الصاموله دي، اربط عليها جامد. لو انا ما عنديش مفتاح الانكيه بالزراديه دي عادي، بسن الزراديه دي هروح مدخلها هنا كده في قلب الصاموله دي، واروح مقرط على الصاموله دي جامد، تمام، وارجع اربط تاني عادي مفيش مشكله، هتمنع معايا الميه. بس لما اجي اربط تاني احاول اضغط عليها لفوق زي كده اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان الجوان يخش في قلب الايه الماسوره اللي تحت دي، تمام. يبقى دي اول خطوه عالجنا بيها الميه اللي هي بتخر من تحت من الانطره. تاني خطوه ان شاء الله هوريكم ازاي نعالج الميه اللي بتخر من عند الصاموله دي. كده اهو هي حرارات ميه من عندي هنا اهو، تمام. بعد كده هنشوف مع بعض ازاي نعالج الخلاط، الميه اللي بتخر من عند الخلاط من عند الصاموله دي. هفك الخلاط بره خالص. ولما اجي افك الخلاط يا جماعه ما افكش من ناحيه واحده الاول، افك من ناحيتين كده، هنا سنه وهنا سنه عشان الالوات ما يبص معايا. هنشوف مع بعض حتى لو الصاموله مشروخه ازاي اقدر اغير الصاموله خالص. اي خلاط في الدنيا يا جماعه لازم يتعالج، ليه علاج، ما ينفعش يترمي ويجي غيره. كل حاجه ليها علاج، حتى لو القلب باظ بتاعه ممكن نغير القلب، وانا عامله في فيديو تغيير القلب الخلاط الهاند ميكسر. وبرده لو الصاموله دي اتشرخت ولا حاجه بتتغير عادي مفيش مشكله، ما بيترميش الخلاط. كل حاجه ليها حل. وحلها سهل خالص يا جماعه. شايفين الجوانات دي؟ الجوانات دي لو مقطوعه، الجوان ده والجوان ده، الجوان ده لو مقطوع هيجيب ميه. طب نفرض ان انا عندي الصاموله دي هي اللي مشروخه. لو الصاموله دي هي اللي بتجيب ميه ومشروخه، الصاموله دي بتتغير عادي خلاص، نشيل الجوان بتاعها ده. نفس الفكره بتاعه الانطره، نفس الفكره برضو عندي هنا مفتاح الانكي اهو. لو انا مفكيت المفتاح الالان كده فكيت بيها، الصاموله دي هتخرج معايا، وممكن اشتري غيرها من عند اي واحد بتاع سباكه، ادوات سباكه وكذا، وتمنها كلام فارغ يعني.
برضه هتحط مفتاح الالون كي، ما عندكش مفتاح الالون كي هنحط سن الزراريه كده بتاعتها ونحاول نفك. لو فكينا الصاموله دي هنخرج بالصاموله دي خالص بره، وارجع اركب طبعا الصاموله بتاعتي الجديده اللي هجيبها، احطها واركب الصاموله بتاعتي عادي واركبها، واحط الجوان بتاعي العادي خالص اهو وهربط عليه عادي مفيش مشكله. وبالمره هسلك السخن هنا لو فيه، سدد، بس انا هنا الحمد لله مفيش سدد. اسلك السخن هنا باي حاجه رفيعه بخش بيها، اسلك السخن لو في سدد ولا حاجه هينزل معايا مفيش مشكله، وارجع اربط خلاطي تاني من ناحيتين، اربط من هنا سنه صغيره وارجع اربط من الناحيه التانيه سنه صغيره. بدأت أربط السنين مع بعض أهو، ده لقط وده لقط، أروح بالمفتاح بتاعي وأروح رابط عادي. وبكده يا جماعة أكون أنا عالجت الخلاط اللي عندي من المية اللي بتنزل، وأنتوا عارفين دلوقتي المية بقت غالية فلازم نحافظ على كل نقطة مية بتنزل، متسيبش المية نازلة على الفاضي. واحاول اربط جامد يا جماعه من الناحيتين عشان ما يبقاش فيه تسريب ميه كده. عايز اقرب من هنا شويه، وبكده يا جماعه بعد ما ربطنا هنا جامد طبعا الميه شغاله اهي، مفيش تنقيط مفيش حاجه، وانا مولع الموتور بتاعي. هنا المرحله يا جماعه تجديد الخلاط. تجديد الخلاط محتاج مني ايه؟ محتاج مني حتة سلك مواعين زي دي، ويا ريت لو في نقطة جاز أو أي سبراي عندك بترش عليه وبتدعك الخلاط كده. طبعا تجديد الخلاط ده كأنه لسه جاي جديد من المحل. سلك المواعين ده يا جماعه بيشيل الطبقه اللي هي الصابون ولا مؤاخذه لو في زيوت ولا حاجه بتتشيلها بالسلك ده، بيشيلها هي والجاز، ويخلي الخلاط ده بيلمع كانه لسه جاي من المحل. زي ما انتم شايفين معايا كده اهو بدا الخلاط اهو يلمع اهو. طبعا ما كانش شكله كده خالص، كان شكله مغير من الصابون اللي عليه. طبعا كل ما هفضل ادعك بالسلك، وقلنا لو في نقطة جاز هيبقى افضل طبعا. شايفين اللمعة يا جماعة؟ وتكلفتها حاجة بسيطة جدا، حتة سلك ملهاش تمن طبعا، بترجع الخلاط جديد زي الأول بالظبط، ولا أشتري خلاط جديد ولا يكلفني حاجة، كل التكلفة كلامها كلام فارغ خالص، إن كانت جوانات أو صامولة أو جوان للقنطرة ديت ما بتكلفنيش حاجة خالص. طبعا هفضل استمر في الدعكه يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين اهو، واللمعه بتظهر معايا يعني زي ما انتم شايفين. وانا هحط لكم اللينك في صندوق الوصف تحت بتاع تغيير قلب الخلاط الهاند ميكسر. يبقى كده كل الخلاط بعمل له الصيانه بتاعته من غير مغرم حاجة.
كده انتهينا من الفيديو بتاعنا، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.